السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام، حياكم الله جميعا أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من سلسلة دروسنا في تربية النحل. اليوم أصدقائي، كما تشاهدون معي الآن في الشاشة، هذا النحال الجميل الرائع المحترم سيرينا اليوم كيف سنقوم بطريقة تقسيم من العاصلات. الطريقة ليست مبتكرة ولكنها معتمدة في العديد من الدول. فيديو اليوم هو من أستراليا بالتحديد، هذا النحال هو أسترالي. انظروا الآن، الخلايا كلها قوية ما شاء الله، كما نشاهد خلايا قوية بعاصلات نحل مكتظ، يعني ما شاء الله. هذه العاصلة التي نزعها الآن هي عاصلة بها العسل، مليئة بالعسل، سوف يجنيها لاحقا. هذه العاصلة أيضا التي يدخن عليها الآن هي فيها العسل، ولكن ليست مكتملة، لم تكتمل بعد. والآن هذا هو صندوق التربية أو صندوق الحضانة. انظروا النحل ما شاء الله مكتظ فوق حاجز الملكات الذي ينزعه الآن، يعني كثافة للنحل خيالية. هذا موسم الفيض. انظروا، هذا صندوق صغير من 5 إطارات، 1 2 3 4 5، من 6 إطارات، 6 إطارات. هذا الذي سيقوم بعملية تقسيم منه فيه. انظروا الآن، هذا إطارات شمع مبنية فارغة. الآن الذي سيقوم به هو أنه سوف يحضر إطار من الحضانة كما نشاهد الآن، ونفضه تماما من النحل لكي لا يرفع الملكة. الإطار الثاني هذا هو إطار به البيض وبه الدود واليرقات الصغيرة كما نشاهد الآن. هذه حضنة مغلقة يتوسطها البيض ويتوسطها الديدان واليرقات والبيض حديث الولادة، لكي يتيح للتقسيم، لكي يتيح له فرصة تربية الملكات لاحقا بعد التقسيم. الآن الراجل يواصل عملية نخض النحل واستخراج الإطارات. شوفوا، هذا إطار عسل، انظروا إطار عسل مليء بالعسل، لأنه الطرد يجب أن تكون فيه حضانة مغلقة ويجب أن تكون فيه حضانة مفتوحة، وأيضا العسل وحبوب اللقاح، يعني هذه هي الأساس، هذا مكونات الطرد. الآن الطرود، الإطارات التي نفضها يستبدلها كما تشاهدون بإطارات مبنية لكي يقوم هذا النحل بملئها لاحقا بالبيض وبالعسل، لكي يتيح له مجال للعمل، يعني لأن الملكة لن تصعد بأي حال من الأحوال إلى العاصلة التي يضعها الآن، ولا إلى العاصلة التي سيضعها الآن. هذه العاصلتين الآن مخصصتان فقط للعسل. انظر الآن، هذه الخلية الصغيرة التي يرفعها بيديه سوف يضعها هنا فوق العاصلتين. الذي سيحدث لاحقا أن النحل سيكتشف وجود إطارات، 5 إطارات أو 4 إطارات، بها الحضانة وبها العسل وبها البيض واليرقات الصغيرة السن، ولكنها بدون نحل. يعني هذا الصندوق الآن الذي يضع يديه عليه هو الآن ما فيه ولا نحلة. هذا النحل سيضطر إلى العناية بهذه الإطارات وبهذه الحضنة، سيقوم بتدفئتها، سيقوم بإطعامها، سيقوم بجلب الرحيق إليها وحبوب اللقاح. فخلال 4 ساعات الموالية، وهذا ما يقوله صاحب الفيديو، خلال 4 ساعات الموالية النحل سيصعد كله إلى هذه الخلية الصغيرة، وسوف يحيط هذه الإطارات بالعناية اللازمة، وتمتلئ هذه، فنسميها هذا الصندوق الصغير يمتلئ بها النحل. والميزة الجيدة لهذه الطريقة من التقسيم أنه النحل الذي سيصعد إلى هذه الإطارات سيكون نحل يعني الذي نحتاجه بالتحديد، لا أكثر ولا أقل. هو سيقوم لاحقا انظروا، لقد عمم الطريقة على كل خلايا، على كل نواياه. الذي سيفعله لاحقا أنه سيقوم بجني هذه، بعد 4 ساعات سيقوم بجني هذه الصناديق الصغيرة، وسيركب لها القواعد المرمية على الأرض، يعني سوف يغلقها تصبح صناديق، ويقوم بنقلها إلى مكان آخر ويدخل عليها الملكات. المهم، إن شاء الله تكونوا قد استفدتم معي في هذا العدد الوجيز، ونلتقي في عدد آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا سلام.